يعني الحين الناس كلها عرفت وزني والامور، انا تمليت اللي طوفوله بسرعه ما ايش فيهم ثبتين الوزن وشحم وشنو. الحين نبي انا حاله من الحالات، احنا من البرنامج من تو الليل نبي نطلق حمله ضد السمنه ابتداء مني انا. حلو. هالحمله هذه يا جماعه ترى السمنه مو مفيده. صح صح. فاحنا نبي الحين نبدا فيني انا. أوكي. انت اعطيتني الكتاب واعطيتني الهديه هذه دكتور لو سمحت، هذا كتابك. فنبي نبلش رجيم. اوكي مو مشكله. طبعا انا قبل الامر انا ودي مثل ما تفضلت سلمان، السمنه افه بدت شويه تنشب او تنشب اظفارها في ديرتنا، يعني الحين 70% معدل زياده الوزن في مجتمعنا، سواء المجتمع الكويتي المجتمع الخليجي. يعني المرض هذا وباء، انا دائما حتى في كتابي كاتب طاعون، طاعون القرن. فعلا كل الامراض، جميع الامراض اللي احنا نشتكي منها من السمنه، يعني زياده في الضغط، ارتفاع في الضغط، السكر، الكوليسترول، الكوليسترول السيء، الدهون الثلاثيه، الام المفاصل، حتى السرطان لها علاقه بالسمنه، يعني ما في روح تعال. نعم نعم نعم. اي شنو يعني بقص عليك؟ لا هذا شيء واضح. فاحنا لو نقدر، واسهل شيء ترى يقولك شيء الوحيد اللي نقدر نتفادى المرض، وهو مرض على فكره، باستطاعتنا ان نتفادى من المرض هذا بطريقه سليمه، ان نتبع بعض الارشادات بدون ما ناثر على صحتنا. هذا كله ملخص الكلام. انا طبعا مو جاي هنا عشان اسوي دعايه حق برنامجي او شيء، انا اقول اي برنامج جيد يساعد الانسان على تخفيف وزنه اتبعه. يعني مو شرط والله تروح حق دشتي، تروح حق سلمان، اي شيء جيد حلو روح توكل على الله. احنا الهدف الرئيسي ان نخلي المجتمع يكون صاحي، ينتج، يكون مو خامل كسلان نايم طول الوقت. انا الحين موضوعي اكيد راح تقدر تضعفني. اضعف يدك شنو يعني؟ اضعف عليك يا يعني ماكو ما عندي مشكله، بس اهم شيء تلتزم. لا التزم. اي مو تقول لي والله بقعد شو اسمه لا والله اعطوني حلاوه واعطوني شوكليت، مثل انا شايف قاعد تشرب كولا. لا مو شو اسمه، مو مشروبات غازيه الموضوع هذا، شلون اتركها هذه السالفه؟ شلون تتركها؟ زفني خلاص ادمان هذا عمي. انت تدري كل قلاص اللي تشربه من المشروبات الغازيه الله يقطعها، كلها غازات بعد، يا ريت بعد شيء جيد. ها المشروبات الغازيه 12 قرشه شكر فيه، يعني يا ريت انت تاخذ قلاص واحد باليوم، عيالنا ياخذون بطل، ياخذون لترين ثلاثة أربعة لتر، كم قفشة شكر؟ 70-80 قفشة شكر يجي بجسمك. صحيح. عدل ولا لا؟ صح عدل. وبعدين راح أخذ له سندويشة باكل يصمون. وإذا انعزمت على عرس مثلا ولا تاكل؟ إلا تاكل، أخذ لك الإيدام، أكل لك الأوادم، أخذ سلطة، إلا تروح تاكل لك عيش، أخو أكلت عيش لا قلت بس. صح. كل خبز كل يوم طالع بهالمطاعم، كل مطاعم على الخليج ما وين اكثر شيء بالكويت المطاعم الايام دكتور. اي ملخ مو اللي يطلعون فلوس ياثرون بصحتك عشان يشبعون بطونهم يشبعون صندوقهم، هاي المشكله عمي. المهم ما علينا منهم الحين، عليهم بالف عافيه، بس لا ياذون على عيال، لا ياذون عيالنا. صح. لا ياذون عيالنا يا معود، عيالنا كلهم الحين سمنه. انا امس اليوم قرات في جريدتكم، في الجريده مع اي جريده معي 30% امس مؤتمر عن السمنة بالأطفال، 30% من أطفالنا قاعدين ينون من السمنة يا جماعة. أنا لو أعرفك وأنا أهليتك دكتور، بس أنا مشكلتي إني كبرت ما مداني. تو الناس الحين مو متزوج يعني ما زيت. زين دكتور الحين كبداية. نعم أبوي. كبداية أنا نقول شو الأشياء اللي أمتنع عنها؟ أنا شوف خل أشبه لك أولاً، إحنا عندنا نوعين من الطاقة، الحركة إنرجي، ها أو ناخذه من السكريات أو ناخذه من الدهون. أنا كني قاعد أحس قاعد تقول لي وقف خبز. أكيد. لا. لأن لا خبز يصير شكر يا يا سلمان. شو تريق فيه زين؟ تريق خذ لك خش، خذ لك سلطة. ها ممكن ممكن. إلا خبز خبز. أنت أنا أقول لك لا خبز اصبر، ثلاثة أشهر اصبر، ما تقدر تصبر شهرين، شهر، ثلاثة أشهر ما تقدر تصبر. بلى بلى. طيب ما دام تقدر تصبر. خل يعني احسب نفسك انك انت الحين بتبدا حياه جديده. انزل. اسلوب جميل بتخلي نفسك تعيش عيشه اوادم، مو باكل اللي كله تاكل لي وتنام تتخدر كأنك ميده ميته طايح موليه ما تقدر تتحرك. ها ايش حق تسوي بنفسك كذي؟ انا بسالك، انت من تتغدى ما تنام؟ بلى. وانت برمضان تاكل لك اكل يهد على السفره، ها تتخدر وتنام حتى ما تغسل يدينك، عدل ولا لا؟ عدل. بس ايش منه؟ ايش منه؟ من هالسكر اللي دش بجسمك عمي، خدرك خدر. ايش اقول لك؟
الحين الفكره ما فيها يبا. اهم شيء في الموضوع ان احاول ان اقلل او اجتنب هالنشويات. النشويات في نشويات جيده، انا ما اقول لك لا تاخذ نشويات يا جماعه. طيب اكو نشويات سيئه. مثل شنو النشويات سيئه؟ نشويات.